سعيد. وصل اليوم قبل قليل، وصل في الساعة 6 مساء اليوم لمطار الملك خالد الدولي لاعب نادي 20 الهولندي يونس مختار، والذي وقع لنادي النصر لثلاث سنوات. وسيخضع اللاعب يونس مختار لفحص طبي غدا الخميس. أمامنا لقطات لعدد كبير من أنصار فريق نادي النصر وهم ينتظرون في مطار الملك خالد لاستقبال اللاعب. هذه أمامنا اللقطات اليوم لوصول لاعب نادي النصر الهولندي ذو الأصول المغربية يونس مختار. أيضا كان قد وصل قبل دقائق أو قبل قليل، وصل المحترف النصراوي الثاني اللاعب المالي موديبو ماياغا لاعب ويست هام الإنجليزي أيضا إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والذي كان قد أعلن نادي النصر عن التعاقد معه. لكن اللاعب موديبو ماياغا اللاعب المالي لم يغادر مطار الملك خالد حتى الآن. راح نتابع بعد قليل ماذا حدث. مسفر الحسيني مراسل أكشن دوري في الرياض التقى مع يونس مختار نجم نادي النصر الجديد بعد وصوله إلى السعودية. والله استقبال مو غريب على جمهور النصر، يعني المفروض دامت في حدود تقريبا 10 أيام وكانت موفقة الحمد لله. نعم العقد هو ثلاث سنوات. الأجواء اللي أنت وكيل أعمال اللاعب أكيد، كيف حكيت على الأجواء في الدوري السعودي؟ الدوري السعودي دوري معروف، دوري قوي ودوري معروف، يعني أقوى الدوريات في الشرق الأوسط، يعني بحضور فرق يعني فرق كبيرة موجودة في الدوري. عن نادي النصر بالذات؟ نادي النصر معروف يعني غني يعني ما يحتاج يعني. تطلع انه اللاعب يبقى اطول فتره ممكنه هنا؟ والله نتمنى له التوفيق، يعني هذه الاشياء، هو لاعب كويس صغير في السن ونتمنى له التوفيق مع النادي. جاهز انه يلعب مباريات خلال الاسبوع هذا؟ والله هذا راجع له المدرب، ما اقدر اخرج. الحمد لله كم جود الحمد لله وصلت للتو، سعيد جدا برؤيه جماهير النصر التي حضرت من اجل استقبالي، واتمنى ان اسعدهم وساقدم كل ما لدي. سالت عديد اللاعبين عن النصر وسمعت ما يسرني عن النادي الكبير النصر، وانا فخور جدا لتمثيل هذا الفريق. شكرا شكرا جزيلا لهنايا، هذه فرحه ان شاء الله. ولمتابعة وضع اللاعب المالي موديبو مايغا لاعب ويست هام الإنجليزي الذي انتقل لنادي النصر السعودي والآن المتواجد في مطار الملك خالد، معنا الزميل خالد الشعبي مراسل أكشن يا دوري في الرياض. خالد وش اللي صاير عندك في المطار؟ مساء الخير أبو بدر. اللي صاير أنه اللاعب وصل قرابة تقريبا من ساعتين، عنده مشكلة في التأشيرة ما سجلت إلى الآن. جماهير النصر تنتظر خروجه، نحن ننتظر أيضا أبو بدر خروج اللاعب. تقريبا راح يطلع تقريبا بعد نصف ساعة أو ساعة من الآن إن شاء الله. كيف تأشيرة مش مسجلة؟ ما استوعبت يعني. يعني في نظام الجوازات أبو بدر ما أدخلت التأشيرة إلى الآن لأنها أصدرت أمس. أوكي. شكلها أصدرت بالليل يعني، إذا كذا حتى لو بالنهار ما لحقت. يمكن تأخذ 24 ساعة؟ ممكن تأخذ 24 ساعة، لكن إداري النصر بلغ لي إنه راح تأخذ إلى نصف ساعة تقريبا إلى ساعة. وتنتهي مشكلة اللاعب ويخرج الجمهور ويخرج لنا. في جمهور قاعد ينتظره؟ اي نعم في جمهور بلغوني قالوا من الساعة 2 احنا متواجدين. ايضا هذا حصل مع اللاعب يونس مختار ابو بدر، يعني متعطشين جماهير النصر لاستقبال نجومه. نعم من الساعة 2 الى الان يقولوا متواجدين وينتظرون اللاعب، ينتظرون ايش بيعطيهم في المستقبل. من 2 الظهر؟ من 2 الظهر اي نعم. يا رجل احنا الساعة 11 12، يا ساتر 10 ساعات. يقولون من حبهم للنادي أبو بدر. صحيح صحيح، كفو العالمين. شكرا لك خالد الشعبي